السلام عليكم أعزائنا متابعينا الكرام في بيبا الشرق الأوسط. اليوم جولتنا تكون عند البطل هوغو غوتنبرغ مع مجموعة من الجواهر الحقيقية، الجواهر النادرة للمسافات الطويلة والماراثونية. اليوم حاب أشوفكم أفضل طيور بالعالم، وايضا اجدد القول بانه كثرنا من كلمه افضل طيور بالعالم، بس احنا لما نتخصص بالمسافات القصيره، المسافات المتوسطه، المسافات الطويله، اليوم الواحد، المسافات الطويله، ولما نوصل للماراثونيه، كل فئه من هذه الطيور لها ليفل توب اللي هو الاعلى قمه توصلها الطيور. اليوم احنا عند هوغو غوتنبرغ، عند بطل الماراثون، برأيي المتواضع بأنه هوغو غوتنبرغ هو رقم واحد بالعالم، كهو نتائجه طيوره، الجيل الأول جيله، هو جيل اللي سبقه جيل والده، وجيل اللي سبق والده اللي هو جده. راح نحكي أكثر بتفاصيل هوغو وطيوره إن شاء الله بفيديو خاص بي، لكن اليوم اللي اريد اعرضه لكم من لفت الانتاج، من البريدنج لوفت مالته، اللي هو عنده افضل طيور بالعالم في لوفت واحد. عندنا طبعا اثنين ابطال برشلونه انترناشونال، راح نبدا بالاول اللي هو السبيشال وان. السبيشال وان هو بطل برشلونه عام 2015. اعطيكم فد نبذه مختصره عن السبيشال وان حتى تكونون اكثر قرب من عنده، من هذا الطير المميز، وليش اسمه سبيشال وان، يعني الطير المميز الفريد. في سباق برشلونه الدولي عام 2015 كان الطقس حار جدا، واول ما احب ان انوه الى سباقات الاتحاد الهولندي اللي هو الام بي او والاتحاد البلجيكي الكي بي دي بي، وقفوا السباقات في ذاك الاسبوع لسبب الجو الحار جدا، لكن طيور برشلونه كانت قد تسلمت من قبل اسبوع، فما كانوا يقدرون يغيرون لان كانت واصله لبرشلونه من كل انحاء الدول المشاركه، خلينا نقول الدول الاوروبيه، بريطانيا، المانيا، هولندا، بلجيكا، بولونيا الى اخره من الدول المشاركه، وكذلك فرنسا طبعا. فاصعب طقس مر بالسنوات العشرين الاخيره هو كان 2015، فكان الطير الوحيد اللي سجل بيومه، الطيور كلها كانت في استراحة، أخذت استراحة، ما قدرت تتواصل بالطيران ما عدا السبيشال وان اللي هو هذا الطيرنا المميز اليوم. سجل السبيشال وان في الساعة 9 مساء في نفس اليوم من أصل أكثر من 19,000 طير شاركا بهذا السباق، فسجل الساعة 9 بالليل، والطير الثاني انترناشونال سجل ثاني يوم، يعني قطع الطيور بساعات 10 أو 12 ساعة أو 11 ساعة يبعد عن الطير الثاني. هذا الطير في سلالته طبعا هو طير مميز، ليس فقط بالنتيجة اللي حققها، لا، بالسلالة اللي ينتمي لها، ينتمي إلى في سلالته تلقى أول انترناشنال مارسيل، تلقى أول ناشنال بريبينان، تلقى أول ناشنال آس لونج ديستانس، المسافات الطويلة، أول ناشنال آس، يعني هاي تتل صعب جدا، كلهم موجودين في سلالته في شجرته. فهو أيضا أكرر أنه هو ليس طير صدفة، ولكن طير من أصول عريقة وقوية جدا. أثناء هذا الطير حاليا موجودة في لفت الإنتاج، تقدر تشوفنا تلقينا نظرة على اللفت مال السباق هذا. حاليا هي بالباسكتينج، هي موجوده بالسباق، مهيئه لك في هذه النظره جيده. ابناء هذا الطير من مواليد 2016، هم في فريق السباق الاعمار فئه السنه، والسنه ان شاء الله راح يشاركون. الان هم طبعا متسلمين للسباق، غدا هو الانطلاق، يكون سباق ال 400 كيلو، لكن السنة هذا الموسم، موسم 2017، راح يشاركون بسباق الألف كيلو لمرتين، ونتأمل نتائج قوية جدا من هذا الطير. أحب أشرح لكم عن هذا الطير بشكل، لو تقرب من عندنا من أنا حتى نشوفه
لأحبابنا ومتابعينا الكرام. السبيشال وان يمتاز بمرونة بالعضل، مرونة عالية جدا وخفة بالوزن، طير خفيف، هذا اللي ما جعله أن ينافس ويسابق، وطير يتمتع بالذكاء وينتبه إلى كل حركة الدور دائرة ما دائرة، وطير جميل جدا، رأسه مميز وعين مميزة، وكل شيء به هو خاص ومميز. جناح هذا الطير أيضا من أنجح الطيور اللي ممكن أن تفوز، وكثير من الأبطال يرغبون أن جناح يكون بهالشكل، هذا الجناح المميز، الريشات الأربعة الأولى والأربعة الثانية والباك وينج، فقوة في داخل العضلة مالت الجناح، وكذلك النقطة المميزة عند هوغو باتنبورغ اللي هي المسافة العظمة اللي تربط الجناح بالبدن، هي عظمة قصيرة ومرتبطة بعصب وعضلة قوية جدا، هذا ما يخلي الطير أن يطير لساعات طويلة جدا بدون تعب، ويكون من محققين نتائج جيدة. هو حقق طبعا بعمر أصغر، حقق نتيجة أيضا متقدمة بالسباق الناشونال الماراثوني، ولكن ختمها في أول انترناشونال برشلونة. هذا هو طائرنا المميز في هذا الفيديو، هو السبيشال وان، أول انترناشونال برشلونة في عام 2015. تقبلوا تحياتنا وأتمنى لكم متابعة شيقة، وهذا هو نختم بالمقطع، مقطع الرأس والعين. تقبلوا تحياتنا، مرتضى الشريف من بيبا الشرق الأوسط. إلى اللقاء مع فيديو آخر.